السلام عليكم، مساء الخيرات. النهاردة هناخد الـ anxiety treatment، يعني هناخد الـ anxiety drugs تحت umbrella كبيرة من الـ pharmacological therapy أو الـ pharmacotherapy. إحنا إمتى شفنا الـ anxiety؟ شفناها في ثلاث أشكال: الـ generalized anxiety disorder، الـ panic disorder، والـ phobia. فاكرين patient بتاع الـ generalized anxiety بالذات؟ ده اللي هو كان بيبقى خايف من كل حاجة، من أي حاجة، ومش عارف أساساً هو خايف من إيه. بتوع البانيك والفوبيا بيبقوا عارفين هم خايفين من ايه، والاتاكس بتاعتهم تبقى في وقت معين. جنرالايز ده خايف من كل حاجه طول الوقت. لما اتكلمنا اساسا عن التريتمنت كنا بنقول السي بي تي ده ملناش دعوه، كنا بنقول اس اس ار ايز وبيتا بلوكرز. اس اس ار ايز وهنا كان في اكتر ناحيه السايكوثيرابي. الاس اس ار ايز دي كنا بنديها ليه؟ لان اساسا البيشنتس دول عندهم قله في السيروتونين، تمام؟ ده معناها ان دلوقتي لما اعالج الانكزايتي هدي حاجه تعلي السيروتونين في الدم. عندي 2 دراجز هيعلوا لي الجابا، 1 دراج هيعلي السيروتونين، وقاعده كده هنمشي. يعني هي القاعده دي هتتكرر بس باختلاف التريتمنت بتاعه الديزيز. يعني دلوقتي لو بيجي بيشنت عايز يتعالج نفسيا بنبدا معاه بالسايكوثيرابي، بعدين بندعم السايكوثيرابي كده هاند ان هاند مع الفارماكوثيرابي. الفارماكوثيرابي دي بتبقى مونو، يعني بديله الدواء واحد، ما استجبش بدعمه، يعني بعمل له اوجمنتيشن بدواء تاني. هنا مثلا في الانكزايتي انا هدي حاجه بتعلي الجابا او حاجه بتعلي السيروتونين دايركتلي، هدعمها بحاجه بقى بتمنع الري ابتيك اوف سيروتونين، يعني مش اللي يعلى الجسم يقلله، تمام؟ دلوقتي البيشنت بتاع الانكزايتي ده زي ما احنا كنا بنقول هو خايف من كل حاجة، فاحنا هناخده واحنا كمان هنروح معاه في رحلة to the zoo by a bus علشان نريح قلبه. هي تافهة شوية بس احنا اساسا احنا بنستريح بصراحة. دلوقتي انا عندي الزوبيكلون، الالبرازولام، والباسبايرون. اتنين بيعلوا الجابا، واحد هيعلي السيروتونين. هنبدأ بالالبرازولام. زي ما احنا قلنا هيعلي الجابا ريليز. تاني حاجة السايد افكت بتاعه ان هو a drug of abuse، يعني البيشنت هيحبه وممكن ياخده بزيادة ويدخل مني بحاجة شبه الهانجوفر كده، لان هو يعني البيشنت حابب الافكت بتاعه، تمام؟ عشان كده انا كدكتور مش هديه اكتر من 3 weeks، من 3 يعني من 3 ل 6 اسابيع بكتير. بعدين هديه once at bed time. اول ما بنشوف حكاية once at bed time نعرف ان هو ينفع كتريتمنت فور انسومنيا على طول. الاثنين دول دايما بيمشوا مع بعض، اوكي؟ وده اصغر جرعة عندي نص ملي جرام. تاني دواء هيزيد الجابا ريليز برضه هو الزوبيكلون، less abusive، هديه daily بس بجرعة اعلى اللي هي 7.5. اخر واحد معانا هو الباسبايرون. الباسبايرون بقى غيرهم هو هيعلي على طول direct increase of serotonin، بس عشان هو بيتاخد 3 مرات في اليوم والجرعة بتاعته كبيرة 10 ملي جرام هيعمل لي GIT upset. دي كانت الانكزايتي دراجز، وتم بحمد الله.